بسم الله والحمد لله، ربنا آتنا ما وعدتنا من رضا وحسن القضاء ولطف المآل، واجعلنا ممن رزقتهم الحلال يا حنان يا منان. يقول مولانا: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب، كيف سيدنا موسى عليه السلام ولا سيدنا عيسى خاصة، والحكمة بما أنزل الله والنبوة، ثم يقول للناس بعد يجي هل الرسول هذا وهو مش موجود، كلام فارغ. ما قال سيدنا عيسى: خذوني أنا وأمي إلهي من دون الله، ما ذماش منها. وربما اللي يبحث في الموضوع هذا يولي يجم يفسر شوية التثليث. عاد ايش يقول التثليث؟ فما رب حقيقي، فما إلهان اثنان آخران، التثليث مش اللي يقولوا بي ولكن تثليث آخر. على كل حال، ولكن كون ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله، وعمر ما تعطوا خضر الأنبياء هيئوا ربي بإخلاصهم باش يؤديوا الرسالة كما نزلت عليهم بدون أي تشويه. نعود إن شاء الله.